ينطلق غدا مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك بتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين. يعقد المؤتمر على مدار يومي 29 و30 من يونيو الجاري تحت عنوان إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير، بحضور لفيف من المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى من مصر ودول الاتحاد الأوروبي وممثلي شركاء التنمية ومتعددي الأطراف، فضلا عن مجموعة واسعة من رؤساء ومسؤولي أبرز الشركات المصرية والأوروبية والعالمية وممثلي منظمات الأعمال المصرية والأوروبية. هذا ومن المقرر أن يشهد المؤتمر توقيع عدد كبير من مذكرات التفاهم للتعاون في المجالات المختلفة، من بينها دعم الاقتصاد الكلي والاستثمار والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك دعم زيادة الصادرات والتعاون في مجال تصنيع السيارات. كما ستعقد لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية والأوروبية على هامش المؤتمر لبحث فرص إقامة الشراكات الممكنة في المجالات المختلفة. شهدت أحداث ثورة 30 من يونيو عام 2014 تجلي عقيدة القوات المسلحة الراسخة في الحفاظ على مقدرات الوطن، حيث لبت نداء الشعب لحماية البلاد من الجماعة الإرهابية. تضحيات المصريين أمام إرهاب الجماعة الإخوانية لم تتوقف على رجال الجيش والشرطة، بل كانت وساما على صدر العديد من أبناء الشعب المصري. 30 من يونيو، ثورة استعادة الهوية من جماعة إرهابية راهنت خطأ على عدم وعي المصريين بمصلحة بلادهم. وخلال أحداث الثورة لم يبخل المصريون بغال أو نفيس من أجل وطنهم، وفي المقدمة جناحا الأمة رجال القوات المسلحة وشرطة. وتجلت عقيدة القوات المسلحة الراسخة في ثورة 30 من يونيو في الحفاظ على مقدرات الوطن، ولبت نداء الشعب لحماية البلاد من الجماعة الإرهابية. وقامت القوات المسلحة بدحر الإرهاب وتمشيط بؤر التنظيمات الإرهابية لتطهيرها من العناصر الإجرامية خاصة في سيناء. وقدمت القوات المسلحة والشرطة المدنية مئات الشهداء والمصابين من أجل استقرار الوطن وإعادة السيطرة. تضحيات المصريين أمام إرهاب الجماعة الإخوانية لم يتوقف على رجال الجيش والشرطة فقط، بل كانت وساماً على صدر العديد من أبناء الشعب المصري، خاصة من أبناء سيناء الذي لا يمكن لأحد أن ينسى الحادث الدموي البشع في مسجد الروضة بمنطقة بئر العبد، والذي أدى إلى استشهاد أكثر من 350 شهيداً داخل
المسجد أثناء صلاة الجمعة، أو تنفيذ سلسلة من الاغتيالات مثل النائب العام الراحل هشام بركات من أجل إرهاب العدالة لعدم اتخاذ أحكام قضائية ضد قادة الجماعة الإرهابية. وقدمت القوات المسلحة والشرطة عدداً من خيرة أبطالهما فداءً للوطن. سطر الشعب المصري في كتب التاريخ صفحات مشرقة تقود الأجيال إلى درب البطولة والتضحية والفداء ليسيروا عليها بخطى واثقة نحو تحقيق الأمل والتنمية المستدامة وحلم الجمهورية الجديدة التي يستحقها كل مصري. تشهد العلاقات المصرية الأوروبية منذ عام 2014 تطوراً على المستويات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية، حيث تتعدد أطر التعاون وتوافق الرؤى السياسية والقضايا المشتركة بين مصر وأوروبا. وتتعدد أطر التعاون كما تتوافق الرؤى السياسية والقضايا المشتركة بين مصر وأوروبا، من أهمها الأمن والسلم والأمن الطاقي على جانبي المتوسط، وكذلك شمال الصحراء الإفريقية، وكذلك قضايا مكافحة الهجرة غير القانونية. عقد من الزمان عملت خلاله القاهرة على تأمين المصالح والأهداف الوطنية في مختلف الدوائر شرقاً وغرباً، شمالاً وجنوباً، ذلك بالارتكاز على التنوع والتوازن في العلاقات مع مختلف دول العالم، مع الحفاظ على المصالح الوطنية لمصر ومحددات السياسة الخارجية التي رسمها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ خطاب التنصيب في يونيو من عام 2014، وسياسة خارجية ناجحة لمصر في جمهوريتها الجديدة عنوانها الندية والاحترام المتبادل والشراكة وقرار وطني مستقل. منذ عام 2014 شهدت العلاقات المصرية الأوروبية تطوراً على المستويات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية، ذلك من خلال زيارات متبادلة على المستوى الرئاسي أو رؤساء الوزراء أو الوزارية لعدد من دول القارة الأوروبية، والتي شهدت تعزيز آليات التعاون والشراكة متعددة الأطراف بين مصر ودول أوروبا، مثل دعم العلاقات مع دول فيشغارد والتعاون الثلاثي مع قبرص واليونان. كما عززت الحرب الغاشمة على قطاع غزة من أواصر الصلة والتشاور المستمر بين الجانبين حيال تطورات الأوضاع بالقطاع من قبل كبار مسؤولي الاتحاد والمفوضية الأوروبية وقادة البلدان الأوروبية، باعتبار مصر المنفذ الرئيسي لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع. وتتعهد أطر التعاون وتوافق الرؤى السياسية والقضايا المشتركة بين مصر وأوروبا، من أهمها الأمن والسلم والأمن الطاقي على جانبي المتوسط وشمال الصحراء الأفريقية، كذلك قضايا مكافحة الهجرة غير الشرعية ومقاومة الجريمة والإرهاب والإرهاب العابر للحدود. عمق العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في العديد من المناسبات واللقاءات، كان من أبرزها القمة المصرية الأوروبية التي عقدت بالقاهرة في شهر مارس الماضي، والتي عكست عمق العلاقات المصرية الأوروبية الممتدة، وعكست أيضاً حالة الزخم التي تشهدها العلاقات خلال الفترة الأخيرة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية على أساس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. علاقات قوية أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في العديد من اللقاءات مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي خلال زيارتهم إلى القاهرة، أو خلال اللقاءات التي يعقدها على هامش الفعاليات الدولية والإقليمية، أو خلال الاتصالات الهاتفية أو الزيارات التاريخية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تعد الأولى إلى العاصمة البلجيكية بروكسل في فبراير من عام 2022، حيث شارك في القمة الأفريقية الأوروبية. وفي إطار قوة العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال السنوات الماضية، استضافت مدينة شرم الشيخ أول قمة عربية أوروبية في فبراير من عام 2019، فضلاً عن اختيار القاهرة مقراً لمنظمة منتدى غاز شرق المتوسط بعد توقيع مصر على اتفاقية تأسيس المنتدى في عام 2019.
خطوة مهمة في مسيرة الحفاظ على العلاقات وتدعيمها تحققت العام الماضي من خلال وثيقة أولويات الشراكة التي توجه التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي حتى عام 2027، والتي تضمنت التأكيد على أهمية استمرار التعاون بين الجانبين للمساهمة في حل النزاعات وبناء السلام وتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي ومواجهة التحديات السياسية والاقتصادية في المتوسط والشرق الأوسط وإفريقيا. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة السفير رخاء أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق. سعادة السفير، علاقات مصرية أوروبية في تطور مستمر خاصة منذ عام 2014، كيف ترى هذه العلاقات على كافة المستويات من الشراكات المختلفة؟ يعني أوروبا بالنسبة لمصر شريك أساسي في عدة جوانب، يعني احنا ده بيعتبر من اعلى شركاء في التبادل التجاري، بحيث ان مجموع الدول الاوروبية بحكم القرب، بحكم معرفة الاسواق الاوروبية بالمنتجات المصرية، بحكم استيراد مصر من بيسموها السلع الرأسمالية اللي هي السلع اللي بتدخل في التصنيع وبعض الصناعات الخفيفة والمتوسطة. فبالتالي يعني أوروبا علاقتها بمصر متنوعة. أيضا بالنسبة لمجال التعليم العالي، هناك في البعثات المصرية، وده مجال مهم للغاية، البعثات المصرية التي تذهب إلى الجامعات في كل الدول الأوروبية وبالتالي بتعود بكل ما هو جديد. بالنسبة للثقافة، أوروبا بتعتبر السياحة المصرية، لأن بيسموا أن مصر دي هي يعني أم الدنيا فعلا من ناحية الحضارة والتاريخ والتراث الحضاري، وبتساهم العديد من الدول الأوروبية في المساعدة في الاستكشافات الجديدة في كل بين كل حين وآخر من الآثار المصرية. أيضا يلاحظ أن نمو كبير في العلاقات العسكرية، يعني بالذات مع فرنسا نلاحظ ان في تطور في القوات الجويه، تطور في القوات البحريه مع المانيا ايضا. نعم. احنا جبنا غواصات من المانيا. الى جانب هذا هناك التنسيق السياسي، باعتبار ان مصر دوله يعني اكبر دوله عربيه لها دور في عمليه السلام، في عمليه الاستقرار، ايضا في المساهمه في حل دور محوري في كافه القضايا. لكن ايضا دعني اتكلم تحديدا عن ملفات الطاقه والشق الاقتصادي. غدا نحن على موعد هام جدا مع مؤتمر الاستثمار المصري الاوروبي، وهناك منتدى شرق المتوسط، هناك الغاز الطبيعي وترسيم الحدود الذي تم من سابق مع اليونان وقبرص، والكثير والكثير فيما يخص هذه المجالات تحديدا. كيف ترى هذا الشق وهذا الملف؟ يعني هذا الملف يحتاج منا إلى اهتمام مكثف في شقين، سواء شق إنتاج الغاز، لأن احنا حصل فيه تعثر لابد من بحث أسبابه وتجاوزها بالتعاون مع الدول الأوروبية. ثانيا الطاقة النظيفة، يعني هناك بعض الآراء في ألمانيا وفي فرنسا ودول أخرى أن مصر ممكن أن تكون مصدرا للطاقة النظيفة، بالذات عندنا منطقة الصحراء الغربية أو الساحل الشمالي كله، ده يستطيع أن يصدر إلى أوروبا الطاقة الشمسية وهي طاقة المستقبل، لأن عندنا أكثر من 320 يوم في السنة شمس مشرقة. نعم. هذا مصدر مهم جدا لتنميته. أيضا بمناسبة المؤتمر، الاستثمارات، يعني نحن في حاجة إلى استثمارات في مجال الإنتاج، لابد أن نستمع جيدا في هذا المؤتمر إلى مطالب الأوروبيين، لأن هم لهم مطالب معينة علينا أن نستجيب لها حتى لا يتكرر ما حدث في مؤتمر 2015 في شرم الشيخ. كان مؤتمر ناجح للغاية، ولكن يعني الاستجابة من جانبنا ما كانتش مشجعة للمستثمرين. أيضا بالنسبة للاستثمار، دائما المستثمر المصري هو الجاذب للمستثمر الأجنبي، فنحن نريد من أوروبا أن تأتي أيضا للمساهمة ليس فقط في تكنولوجيا المعلومات. تكنولوجيا المعلومات قطاع مهم جدا، وده من القطاعات العالمية حاليا، ونجد أن مثلا دولة زي الهند أصبحت الآن
في مقدمة الدول اللي بتصدر البرمجيات وغيرها، ولكن احنا نحتاج ايضا الى صناعات نستعيد بها عما نستورده في مجالات عديدة. ايضا في مجال الزراعة التوسع الرأسي اللي هو زيادة الانتاجية في نفس المساحة، ده محتاج ايضا الدول اللي لديها خبرة سواء هولندا او البرتغال او اسبانيا او غيرها من الدول وايطاليا اللي لها مجال لها خبرة في مجال الزراعة والتوسع الرأسي في الزراعة وانتاج محاصيل تصديرية ايضا. نعم. بالنسبة لمجال الامن هناك تعاون، اوروبا دائما بتركز على هذه النقطة ولا جدال في ان في تعاون مشترك منذ سنوات طويلة بيننا وبين اوروبا في مجال الامن ومجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، ولذلك نريد ان يركزوا على هذه النقطة فقط، وانما التركيز يكون على اولا تحقيق السلام في منطقة الشرق الاوسط، لان تحقيق السلام سيتيح فرصة منطقة الشرق الادنى تهيئة اكثر هدوءا للاستثمار وجذبه. بالتأكيد هو المجال الحيوي للاستثمار هو تحقيق السلام والاستقرار. عندنا منطقة الشرق الأدنى اللي هي بتشمل فلسطين والأردن وسوريا ولبنان، هذه المنطقة غير مستقرة، وبالتالي ده منطقة بيضيع فيها الاستثمار وبتأثر على التجارة وعلى أشياء كثيرة. نريد أن ننهي هذه المأساة في قطاع غزة. لابد أن الاتحاد الأوروبي يلعب دورا أساسيا في إقناع الولايات المتحدة الأمريكية بأنها لا يجب أن تشارك إسرائيل في هذه المجزرة وهذه المأساة الإنسانية. نعم. أيضا حل القضية الفلسطينية، الاتحاد الأوروبي الدول الأوروبية عليها أن تعترف بالدولة الفلسطينية، يعني في بعض الدول اعترفت ولكن تستكمل بدولتين كبيرتين أو ثلاثة زي فرنسا وألمانيا وبريطانيا وكذلك إيطاليا. إذن هي خطوط متوازية على كافة المستويات سواء اقتصادية سياسية أو حتى ثقافية وفيما يخص تكنولوجيا المعلومات. أشكرك مجالات التعاون المصري الأوروبي، أشكرك جزيل الشكر سعادة السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق. إن التاريخ سيتوقف طويلا أمام تلك الحرب، يسجل مأساة كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه. أؤكد مجددا أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلا وقولا برفض تصفية القضية الفلسطينية. واهم من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن. استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين وأصيب آخرون في غارات شنتها طائرات الاحتلال الحربية والمدفعية على غزة مع دخول العدوان على القطاع يومه 66 بعد 200. أفادت السلطات الصحية في غزة باستشهاد 11 شخصا وإصابة أكثر من 40 آخرين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي استهدفت خيام النازحين في منطقة المواصي غرب رفح الفلسطينية، كما قصفت مسيرات الاحتلال مواقع مختلفة قرب بلدية الشوكة شرق رفح الفلسطينية مما أدى إلى استشهاد مواطنين، وقصفت عدة مناطق أخرى مما أدى إلى استشهاد وإصابة آخرين في الشجاعية ونصيرات والشيخ عجلين بوسط القطاع وخان يونس، ووصل عدد الشهداء لما لا يقل عن 37,765 شهيدة و 86,429 مصابة في العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي، وذلك في حصيلة غير نهائية. طلب المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور بفرض وقف إطلاق النار في غزة كخطوة أولى لإنهاء الأزمة الإنسانية. جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي حول الشؤون الإنسانية والذي يعقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في نيويورك. وقال منصور إن الوضع الإنساني في فلسطين المحتلة بما فيها القدس الشرقية يتدهور إلى مستويات غير مسبوقة بسبب الجرائم الإسرائيلية التي تعطيها الحكومة الإسرائيلية الضوء الأخضر وترتكبها قوة الاحتلال لخلق بيئة قصرية لإجبار الشعب الفلسطيني على النزوح من أرضه بهدف جعل فلسطين موطنا غير قابل للعيش
للشعب الفلسطيني. ودعا منصور المجتمع الدولي لبذل المزيد من الجهود لإغراق غزة بالمساعدات بما في ذلك الغذاء والدواء. ونشد منصور الدول بضرورة دعم الأونروا وكافة المنظمات الإنسانية في فلسطين. نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين القول بأن الولايات المتحدة تستعد لتسليم قنابل كانت جزءاً من شحنة أسلحة إلى إسرائيل تم تعليقها في أبريل على خلفية مخاوف تتعلق بالعملية العسكرية في رفح الفلسطينية. وقال مسؤول أمريكي كبير إن مساعدين للرئيس جو بايدن أبلغوا وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالنت بأن واشنطن ستواصل تعليق شحنة قنابل ثقيلة لإسرائيل لحين استكمال عملية مراجعة. إن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافعة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ونؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاته على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبول. صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي لشؤون السياسية والأمنية الكابينت على مشروعية 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة والدفع بمخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في أنحاء الضفة. جاء ذلك بحسب ما أعلن وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سوموتريتش في بيان صدر عنه ذكر فيه أن هذه القرارات تأتي في أعقاب نشاط السلطة الفلسطينية في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية في الأمم المتحدة ومذكرات الاعتقال ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين والضغط الذي تمارسه من أجل الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية من قبل مختلف الدول. أظهرت وثائق نشرتها صحيفة الجارديان البريطانية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نقل ما أسمته بصلاحيات قانونية إلى مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. أوضحت صحيفة الجارديان أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نقل هذه الصلاحيات إلى مسؤولين يترأسهم وزير المالية الإسرائيلي، مشيرة إلى تخطيط إسرائيل للبناء على 60% من الأراضي المحتلة بالضفة الغربية. كما أشارت صحيفة الجارديان أن الصلاحيات التي نقلها جيش الاحتلال الإسرائيلي تغطي قطاعي البناء والزراعة. بسياسة وعد من لا يملك لمن لا يستحق تمضي إسرائيل دولة الاحتلال في محاولاتها الحثيثة لطمس الهوية الفلسطينية وتغيير ملامح الضفة الغربية المحتلة عبر سياستها الاستيطانية التي تتواصل منذ عقود وتتناقل بين حكومات الاحتلال المتعاقبة وكأنها عقيدة تتوارث. آخر محاولات الانقلاب الديمغرافي في الضفة الغربية المحتلة تحدثت عنها صحيفة الجارديان البريطانية من خلال الكشف عن وثائق تشير إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نقل ما أطلقت عليه بصلاحيات قانونية إلى المستوطنين. الصحيفة البريطانية أوضحت أن تلك الصلاحيات نقلت إلى مسؤولين يترأسهم وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريتش، مشيرة إلى أنهم مسؤولون عن التخطيط والبناء في 60% من الأراضي المحتلة. كما كشفت الوثائق أن الصلاحيات التي نقلها جيش الاحتلال تغطي قطاعي البناء والزراعة. كانت الجارديان قد كشفت في تقرير لها في شهر أبريل الماضي أن الحكومة الإسرائيلية سرعت بناء المستوطنات في القدس الشرقية المحتلة منذ بدء أحداث 7 أكتوبر الماضي، حيث تمت الموافقة على المضي قدما في أكثر من 20 مشروعا استيطانيا يضم آلاف الوحدات. إذن هي محاولات لا تتوقف لاقتلاع الشعب الفلسطيني الصامد من أرضه، بل هي معركة بقاء يخوضها الاحتلال بسياسة فرض الأمر الواقع، محاولات فاشلة يقودها الاحتلال منذ عقود من أجل تزييف التاريخ وقلب الحقائق، لكنه يصطدم بأجيال متعاقبة من أيقونة الصمود وأصحاب الأرض. أعلنت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن ما لا يقل عن 557,000 سيدة في غزة يواجهن انعداما حادا في الأمن الغذائي،
مشددة على أن الوضع مقلق بشكل خاص بالنسبة للأمهات والنساء البالغات. وذكرت الهيئة الأممية في تقرير لها أن الأعباء الملقاة على عاتق النساء أثناء الصراعات تزداد ويتم حرمانهن من الوصول إلى الخدمات، وتتعرض صحتهن وأمنهن الغذائي للخطر، كما تزداد مخاطر تعرضهن لكل أنواع العنف القادم أو القائم على النوع الاجتماعي. تواصل مصر تكثيف جهودها في تجهيز المساعدات الإنسانية المتجهة للأشقاء الفلسطينيين لمنفذ كرم أبو سالم من خلال معبر رفح البري. يأتي ذلك بينما يواصل الاحتلال الإسرائيلي إجراءاته التعسفية التي تحول دون إدخال أكبر عدد من المساعدات الإنسانية وشاحنات الوقود. المزيد يطلعنا عليه الزميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصرية. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين، ما زلنا في متابعة مستمرة لنقل الصورة من مدينتي العريش ورفح، حيث المساعدات الإغاثية التي تذهب إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. بالطبع نتحدث عن منع وتعنت قوات الاحتلال في دخول هذه المساعدات الإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين. نتحدث أيضا عن استمرار للمجهودات المصرية في تجهيز هذه الشاحنات الإغاثية المختلفة لتدخل إلى الناحية الأخرى عبر بوابتي معبر رفح، وبالطبع تتجه إلى أيضا معبر كرم أبو سالم. ولكن في حقيقة الأمر أن معبر رفح من الناحية الفلسطينية خرج تماما عن الخدمة، لكن أدخل عبر بوابة معبر كرم أبو سالم. المشكلة تكمن في أن قوات الاحتلال ليس فقط تمنع دخول الشاحنات في بعض الأحيان، ولكن حتى إذا استقبلت الشاحنات تمنع الأونروا من توزيعها داخل قطاع غزة وتحديدا رفح الفلسطينية. وحتى إذا وزعت داخل رفح الفلسطينية تحدثت الأونروا عن عدم سماح دخول هذه المساعدات إلى شمال قطاع غزة، وأيضا حتى إذا دخلت تتعرض في بعض الأحيان للسرقة والنهب. هذه هي المشكلة التي أدت في النهاية إلى وصول شمال قطاع غزة إلى حافة المجاعة تقريبا. لكن بالإضافة لذلك أيضا عدم وجود المستلزمات الطبية، ومع ذلك مصر ما زالت تعمل على تجهيز المساعدات الإغاثية والمستلزمات الطبية بشتى أنواعها بشكل عام لتدخل إلى الأشقاء الفلسطينيين. وبرغم أن قوات الاحتلال تمنع خروج الأشقاء الفلسطينيين المصابين ليتلقوا العلاج في المستشفيات المصرية، وهو تقريبا ما يصل عددهم إلى 50,000 من الفلسطينيين، إلا أن مصر ما زالت تعمل على تجهيز سيارات الإسعاف أمام بوابة معبر رفح المصرية من أجل نقل الأشقاء الفلسطينيين. هذه نقطة. النقطة الأخرى أيضا بالنسبة للقصف المستمر ما زال موجود على رفح الفلسطينية، وتحديدا استهداف الأماكن الآمنة، مما أدى إلى يعني ارتفاع حصيلة الشهداء إلى عدد كبير خلال اليومين الماضيين، وخصوصا بعد استهداف المناطق الآمنة مثل منطقة المواصي التي كانت قد حددتها من قبل قوات الاحتلال بأنها أماكن آمنة. الأمر أيضا لا يقتصر على استهداف المدنيين ومنع دخول المساعدات، ولكن أيضا عدم منع خروج المصابين ليتلقوا العلاج في المستشفيات المصرية. يأتي هذا ضمن منهج الإبادة الجماعية التي تنتهجه قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. يأتي هذا مع استمرار الجهود المصرية المختلفة، إما في تجهيز شاحنات المساعدات في مدينتي العريش ورفح والأماكن اللوجستية، أو حتى الاستعدادات الصحية المختلفة لاستقبال المصابين الفلسطينيين. هذه هي الصورة من مدينتي العريش ورفح، والآن أعود إليكم. نشرة السادسة تتواصل معكم على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها. أوكرانيا توقع 20 اتفاقية أمنية مع حلفائها الدوليين لتقديم مساعدات عسكرية بنحو 240 مليار دولار على مدار 4 سنوات. أعلن حزب الله اللبناني أنه قصف قاعدة عسكرية في شمال إسرائيل ردا على غارتين إسرائيليتين أتت إحداهما إلى أو
أدت إحداهما إلى مقتل أحد عناصره. وقال حزب الله في بيان له أنه قصف القاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي التابع لقيادة المنطقة الشمالية في ثقنة بيريا بعشرات الصواريخ من طراز الكاتيوشا. وإثر هذا القصف قال الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق حوالي 35 قذيفة صاروخية من لبنان، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية اعترضت معظمها بدون وقوع إصابات. ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ربان سفينة أبلغ عن سقوط 5 صواريخ بالقرب من سفينته في البحر الأحمر على بعد 150 ميلا بحريا شمال غرب مدينة الحديدة في اليمن. وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن السفينة لم تبلغ عن وقوع أضرار جراء الواقعة واتجهت للإبحار نحو الشمال. ننوه مشاهدينا الكرام إلى هذا العاجل، حيث صرح مصدر مسؤول أن جهات إنفاذ القانون المصرية تلتزم بالإطار القانوني والتشريعي في تعاملها مع ملف اللاجئين. أضاف المصدر أن تنفيذ إجراءات الترحيل لأي أجنبي من الأراضي المصرية وفقا للقانون حال ارتكابه جريمة تستوجب الترحيل أو عدم حصوله على الأوراق والمستندات المطلوبة للإقامة بشكل شرعي. كما أشار المصدر المسؤول لأن الإجراءات المصرية تمارس دون تمييز بين جنسية وأخرى وفي إطار مؤسسي. أظهر تقرير للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أن هناك خطرا حقيقي من حدوث مجاعة في 14 منطقة بأنحاء السودان إذا تصاعدت الحرب التي بدأت في أبريل من العام الماضي. يأتي ذلك وسط أزمة جوع تتفاقم بشكل حاد، وصفها برنامج الأغذية العالمي بأنها الأكبر في العالم. حرج بلا شك، كارثة إنسانية واسعة النطاق، رعب لا يمكن تصوره. هكذا وصفت المنظمات الدولية معاناة المدنيين في السودان. آخر تلك التقييمات أظهره تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الذي تحدث عن تضاعف عدد من يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد في السودان. وبالأرقام فإن عدد الأشخاص الذين يعانون من أزمة الجوع ارتفع 45% ليصل إلى 25,600,000، يمثلون أكثر من نصف السكان في موسم الجفاف الذي يستمر حتى سبتمبر المقبل عندما يتوافر قدر أقل من الغذاء. وفي ظل استمرار المواجهات أظهر تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أن هناك خطرا حقيقيا من حدوث مجاعة في 14 منطقة بأنحاء السودان. وخلف تلك التقييمات والأرقام واقع أكثر مرارة، إذ دفعت أزمة الجوع التي قال برنامج الأغذية العالمي إنها الأسوأ في العالم بعض السودانيين إلى أكل أوراق الشجر والتراب. كما شمل تقرير لرويترز تحليلاً لصور التقطت بالأقمار الصناعية أظهرت أن وتيرة اتساع مناطق المقابر ترتفع بسرعة مع انتشار المجاعة والمرض. أما أزمة النزوح فحدث ولا حرج، إذ أجبرت الحرب التي تركزت في العاصمة وضواحيها وإقليم دارفور غربي البلاد وبعض المناطق الجنوبية أجبرت ملايين السودانيين على النزوح سواء داخل البلاد أو خارجها. ومع نقص الغذاء والدواء والكساء ودرجة الحرارة الشديدة تزداد معاناة المدنيين وتزداد المخاوف بشكل خاص على الأطفال. فالأزمة السياسية والإنسانية تتفاقم يوما بعد الآخر في انتظار فجر يوم جديد ينهي المعاناة ويحفظ ما تبقى من مقدرات. استضافت مصر مؤتمر صراعات القرن الأفريقي وتداعياتها على الأمن الإقليمي والمصري الذي ينظمه المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. يستهدف المؤتمر مناقشة التحديات الأمنية التي تواجه القارة الأفريقية والتأكيد على الحاجة الملحة لتعزيز التعاون الدولي في مكافحة التطرف والإرهاب وتعزيز السلم والاستقرار في المنطقة.
بمشاركة نخبة واسعة من خبراء الشؤون الإفريقية والعلاقات الدولية ومراكز الفكر المصرية والأجنبية، انطلقت فعاليات مؤتمر صراعات القرن الإفريقي وتداعياتها على الأمن الإقليمي والمصري والذي ينظمه المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. ولجلسات المؤتمر اتخذت من تفكيك خريطة الصراعات المركبة في القرن الإفريقي عنوانا، والتي تستهدف تقديم نظرة شاملة حول طبيعة وأبعاد تلك الصراعات الراهنة وبناء تصور لسبل المواجهة الجماعية المثلى لهذا الوضع الإقليمي المعقد. الحقيقة إنه المركز المصري الحقيقة اختار توقيت دقيق جدا ومهم جدا لعقد هذا المؤتمر. المؤتمر بيركز على منطقة القرن الإفريقي، هي منطقة مليئة بصراعات مختلفة، منها البعد الحدودي، منها البعد المائي، منها البعد الإسني، وكلها أبعاد متشابكة تأكيدا على إنها صراعات اجتماعية ممتدة، منها أبعاد تاريخية من فترات الاستعمار، ولحد النهاردة الأبعاد دي بتتشابك، والأهم إنها بتتماس بشكل مباشر مع الأمن القومي المصري بحكم الجغرافيا والتاريخ. يأتي هذا المؤتمر في توقيت مهم جدا في ظل ما تشهده هذه المنطقة من تحولات ومن تغيرات وتحديات متشابكة وعديدة، وبالتالي أهمية هذا المؤتمر تنبع من أنه بيربط ما بين الفكر الأكاديمي والبحثي الهام للغاية وبين أدوات السياسة الخارجية والدبلوماسية. تطرق المؤتمر إلى تأثير الصراعات وتطوراتها في القرن الإفريقي على الأمن المصري، حيث أكدت النخبة المشاركة أن مصر تنتهج أسلوبا سياسيا ودبلوماسيا مع تلك التحديات يتركز على ضرورة الحل السياسي والحفاظ على الأمن الإقليمي ثم التوجه نحو البناء والتنمية. مسألة الأمن المائي هي مسألة حياة أو موت، هي قضية وجودية بامتياز، ويمكن مصر أوضحت يعني موقفها من هذا الأمر بالتمسك بكل مخصصاتها المائية، ودائما قدمت كل جهد ممكن حتى الجهد الدبلوماسي والدعوة إلى التنمية المشاركة، ولكن الأطراف الأخرى هي التي دائما كانت تماطل وكانت تواجه تحديات وتهدد حتى حقيقة الأمن المائي المصري. احنا في الحقيقة أمام تحديات كبيرة جدا في هذه المنطقة، لأن كلها منطقة اضطرابات تقريبا، ومصر تبدو الجزيرة يعني الوحيدة المستقرة تنعم بالاستقرار في وسط هذا المحيط المضطرب. وإذا كنا بنفكر النهاردة في عالم اليوم في حلول حقيقية للمشاكل والتحديات، فنحن بحاجة للعمل بشكل ذاتي، يعني بمعنى أن الدول نفسها هي اللي تقوم باستعادة الأمن والاستقرار، باستعادة وحدتها الوطنية، بتجاوز التحديات، بمنع الصراعات والحروب الأهلية. كما أكد المؤتمر على دور الأزهر الشريف والكنيسة في احتواء الصراعات الطائفية ورأب الصدع وإخماد الفتنة من خلال تجديد الخطاب الديني والتمسك بمبادئ السلام. في ظل التحديات والتوترات والصراعات التي يمر بها إقليم القرن الإفريقي، يأتي هذا المؤتمر ليقدم قراءة شاملة حول طبيعة تلك الأحداث وكيفية مواجهتها بما يضمن حماية الأمن المصري. محمد الخطيب، التلفزيون المصري. في الملف الروسي الأوكراني، قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال إن بلاده وقعت على 20 اتفاقية أمنية مع حلفائها الدوليين تتضمن تعهدات بتقديم مساعدات عسكرية سنوية بقيمة 60 مليار دولار لتصل إلى 240 مليار دولار بنهاية السنوات الأربع القادمة. وتنص الاتفاقيات السارية لعشر سنوات مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على الالتزام بتقديم مساعدات عسكرية وغيرها على المدى الطويل، مع التعهد بإجراء مشاورات فورية لاتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية في حال وقوع هجوم روسي في المستقبل بعد انتهاء الصراع الحالي. أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أن الاتفاقية الأمنية بين بلاده وأوكرانيا على وشك الانتهاء، ومن المتوقع أن يتم توقيعها مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي قبل قمة حلف شمال الأطلسي والمقرر أن تعقد في يوليو القادم في واشنطن. شدد توسك بعد قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل على ضرورة الموازنة بين تقديم المزيد من المساعدات إلى أوكرانيا والحفاظ على القدرات الدفاعية لبولندا. كما أوضح رئيس الوزراء البولندي وجود بعض التفاصيل التي يتعين العمل عليها والتي تتعلق بالصياغة المحددة وليس بخلافات جوهرية مع أوكرانيا. Protestuję przeciwko niszczeniu przyrody, szczególnie przez tych, którzy mają ją chronić i innych obszarów cennych przyrodniczo. Protestuję przeciwko dzieleniu społeczeństwa, umacnianiu i pogłębianiu.
يواصل الإيرانيون الإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس جديد خلفا للرئيس إبراهيم رئيسي الذي لقى مصرعه في حادث تحطم مروحيته في 19 من مايو الماضي. ويتنافس في تلك الانتخابات 4 مرشحين للفوز بمنصب رئيس الجمهورية الإيرانية الذين يواجهون العديد من التحديات، أبرزها الملف الاقتصادي والاتفاق النووي والتفاوض مع الغرب لرفع العقوبات المفروضة على إيران. أطلقت مؤسسة حياة كريمة مسابقة جديدة لترشيد استخدام الطاقة في ظل الأزمات العالمية التي يواجهها العالم أجمع بعد الاستهلاك المتزايد للطاقة، خاصة مع استمرار مصر والعالم في البحث عن حلول لترشيد الكهرباء. دعت مؤسسة حياة كريمة للمشاركة في مسابقة سيف وات لاكتشاف أفضل الأفكار المبتكرة لتوفير الطاقة. أطلقت وزارة الثقافة مبادرة مصر تبدع التي تنظمها الهيئة العامة للقصور الثقافية، وتتضمن المبادرة مسابقتين هما مصر ترسم ومصر تقرأ للأطفال والشباب للتشجيع على القراءة واكتشاف الموهوبين في مجالات الفنون التشكيلية، بالإضافة إلى دمج دعم الأطفال والشباب من ذوي الهمم. وأوضحت الوزيرة أن المبادرة تأتي في إطار تفعيل استراتيجية الدولة المصرية لاكتشاف الموهوبين وصقل قدرتهم وتشجيع الشباب والأطفال على القراءة إيمانا بدور القوة الناعمة في بناء الإنسان. شاهدينا الآن وقفة مع أخبار المال والأعمال في هذه الجولة. أخبار الاقتصاد مع سارة نجيب لك سارة. شكرا هبة، شكرا فاطمة. مشاهدينا، هذه وقفتنا الاقتصادية للسادسة، أهلا بكم.
أكدت وزارة المالية أن التقرير الجديد لمعهد التمويل الدولي بشأن الاقتصاد المصري يتناول بشكل إيجابي قيام مصر بسداد 25 مليار دولار من الدين العام المحلي والخارجي منذ مارس الماضي، ويسلط الضوء على استراتيجية الدولة المصرية في تحسين إدارة الدين وتقليل مخاطر إعادة التمويل. وذكرت وزارة المالية أن تقرير معهد التمويل الدولي يتناول بشكل إيجابي أيضاً قدرة المالية العامة للدولة على تحقيق فوائد أولية، مع الإشارة لاستهداف 3.5% من الناتج المحلي فائضاً أولياً في العام المالي المقبل، بما يساعد في تقليل معدلات العجز والدين. ورغم ما تواجهه من ضغوطات بالغة القسوة نتيجة للأزمات الاقتصادية العالمية والإقليمية. أكد المرصد الإعلامي الجمركي أنه تابع بمزيد من الاهتمام ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من شائعات حول توقف منظومة التسجيل المسبق للشحنات بما يخالف الحقيقة والواقع جملة وتفصيلا، مشددا على أن المنظومة مستقرة تماما وتعمل بشكل منتظم ولم يتوقف السيستم كما يدعي البعض. وأضاف المرصد الإعلامي الجمركي أنه تم إصدار أكثر من 98 ألف رقم تعريفي مبدئي للشحنات منذ الأول من مايو الماضي وحتى الآن، بما يعكس استقرار حركة الاستيراد عبر هذا النظام، لافتا إلى أن هناك بضائع بنحو 13 مليارا و700 مليون دولار وصلت الموانئ خلال هذه الفترة، وبلغ إجمالي قيمة المفرج عنه منها 12 مليار دولار بما فيها سلع استراتيجية بنحو 3 مليارات و400 مليون دولار، ومستلزمات إنتاج وخامات بنحو 5 مليارات و400 مليون دولار، وأكثر من 39 ألف سيارة مستوردة بنحو 364 مليون دولار. أكد وزير الزراعة السيد القصير أن الدولة المصرية قد اتخذت فور انضمامها لمجموعة البريكس العديد من الإجراءات الهامة، منها إنشاء لجنة وزارية تسمى وحدة تجمع البريكس بمجلس الوزراء، وهي المعنية بملفات التعاون مع تجمع البريكس. جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة الأولى لتجمع البريكس التي انعقدت اليوم بالعاصمة الروسية موسكو تحت عنوان استدامة الزراعة كأساس للأمن الغذائي. وترأست الجلسة أوكسانا لوت وزيرة الزراعة بجمهورية روسيا الاتحادية بحضور وزراء الزراعة بدول أعضاء تجمع البريكس. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط خلال التعاملات وتتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي بدعم آمال خفض الفائدة وزيادة أرباح التكرير. ارتفعت العقود الآجلة لخام برينت بنسبة 42% لتسجل 86 دولارا و75 سنتا للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 49% لتسجل 82 دولارا و14 سنتا للبرميل. كذلك ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 31% لتسجل دولارين و57 سنتا للتر، وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.38% لتسجل دولارين و72 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. حث صندوق النقد الدولي الولايات المتحدة الأمريكية على زيادة الضرائب للسيطرة على ارتفاع مستويات الديون. وقال الصندوق في بيان ختامي لمراجعة المادة الرابعة للسياسات الاقتصادية الأمريكية إن ارتفاع العجز والديون يشكل خطرا متزايدا على الاقتصاد الأمريكي والعالمي، مما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التمويل المالي. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض النمو في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2025 إلى 1.9% دون تغيير عن توقعات إبريل، وأن يظل فوق 2% حتى نهاية العقد.
خرج الاقتصاد البريطاني من الركود مسجلا نموا أعلى من التوقعات. يأتي ذلك فيما أظهرت أرقام رسمية أن الاقتصاد البريطاني نما 7% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري مقارنة مع الربع السابق. أفاد المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في تقديرات أولية بتباطؤ معدل التضخم في فرنسا بشكل طفيف في يونيو ليصل إلى 2.1% على أساس سنوي. وأوضح المعهد الوطني للإحصاء أن هذا الانخفاض الطفيف في التضخم ناتج عن تباطؤ في أسعار الطاقة وأسعار المواد الغذائية، في حين أن أسعار الخامات تظل على نفس معدل الشهر السابق. نهاية نشرتنا الاقتصادية للسادسة، والآن عودة من جديد إلى هبة وفاطمة. شكرا لك سارة. وفي ختام نشرة هذه تذكرة بأبرز ما جاء فيها من أخبار. بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية غدا انطلاق مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي. في اليوم 66 بعد 200 شهداء وجرحى في غارات للاحتلال الإسرائيلي على أنحاء غزة، لترتفع الحصيلة إلى أكثر من 37,700 شهيد. الكابينت الإسرائيلي يصدق على مشروعية 5 بؤر استيطانية بالضفة الغربية المحتلة، والجارديان يؤكد أن الاحتلال يخطط للبناء على 60% من الضفة. مشاهدينا، وصلنا لختام هذه الجولة الإخبارية من التلفزيون المصري. شكرا لكم وإلى اللقاء. إلى اللقاء.